تدخل البطولة الإفريقية رقم 38 للكرة الطائرة رجال اليوم الأحد أول مراحل الجد بحلول دور الثمانية من البطولة القارية التي تشهد أربع مواجهات قوية، حيث يلتقي نيمو ستار الأوغندي الحصان الأسود للبطولة حتى الآن مع نظيره أهلي طرابلس الليبي في مباراة لا يستطيع أحد توقع الفائز بها، فيما يلعب سموحة السكندري مع نادي السجون الكيني، وتبدو فرص الفريق المصري أفضل للعبور للنصف نهائي البطولة. أما السواحلي الليبي فيواجه شقيقه أهلي مصراتة لتحديد الطرف المتأهل لقبل النهائي. أما آخر اللقاءات فستجمع بين الأهلي ونظيره أساريا الليبي في المباراة التي تنطلق في 6 من مساء اليوم. الأهلي كان قد تصدر مجموعته بعد فوزه على إنجيس الإيفواري بثلاثية نظيفة، ثم استطاع الفوز على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 3-0 قبل أن يعبر عقبة الشرطة البوتسواني بسهولة بنتيجة 3-0، وأخيرا كان اللقاء الأسهل في المجموعة بالفوز على الأسمنت الإثيوبي بنفس النتيجة. أما عن مسيرة الفريق الليبي بدور المجموعات فنجد أنه استهل مشواره بالفوز على الخدمات العامة الكيني بنتيجة 3-2 قبل أن يفوز على فاج الغيني وجامعة زيمبابوي على الترتيب بنتيجة 3-0، ثم فاز على فريق مونجازا الكونغولي بنتيجة 3-1، وأنهى مشواره بالخسارة من نيمو ستار الأوغندي بثلاثية نظيفة ليحصد وصافة المجموعة الرابعة. الأهلي يدخل اللقاء متسلحا بكل لاعبيه الذين يمتلكون الكثير من الخبرات الدولية إضافة إلى تاريخه الكبير في البطولة، حيث توج من قبل بلقب البطولة في 13 مناسبة، ويسعى لحصد النجمة 14. كما أن الجماهير الحمراء ستبدأ في مساندة الفريق في المباريات الإقصائية التي لا تحتمل القسمة على 2.